بيردي نم نم مش موقع جديد، إنما هو اسم لعبة من أوائل الألعاب العربية على الموبايل، إن كان آيفون ونوكيا. واللي اخترعوا هاللعبة هن شابين من لبنان، أسمائهم بتحمل رمز الوطن واسم الوطن، لبنان وأرز نادر. أهلا وسهلا فيكم ومنحييكم على الاختراع بالأول. أهلا وسهلا فيكم. يعني نحن بنفتخر لما يكون في شباب لبناني ويعملوا اختراع، ومثل ما عرفنا انه هاللعبه بيردي نم نم طلعت نمبر 1 بالشرق الاوسط. بس اول شيء بدنا نحيي اهلكم على اساميكم، وبالخطا يمكن الوالد يلي هو مسميكم لبنان وارز، يعني لبنان الوطن نادر ورمز الوطن ونادر كمان ضابطه من كل الميلات. اللعبة نادرة ولا لا؟ نادر وجودها ايه؟ لا في كثير منها، بس اكشلي الاكيب اللي اشتغل اللعبة هو خيي وانا، وفي معنا كمان شاب اسمه جون كريستوف، هو من اصل فرنساوي عايش بلبنان، كمان هو اشتغل معنا على هذا البروجي. ولا هذا بس هلا بدنا نحكي عن البروجي، بس قبل لبنان ما نتعرف عليك شو اختصاصك، نتعرف كمان على خيك ارز ولنشوف كيف وصلتوا لاخترعتوا هيدي اللعبة. اوكي، انا دارس ماركتينج وبس شغلي كثير بالتليكوم من قبل، كان اشتغل مع شركه كان عمل تقريبا مثل هودي البرودوي بس مش جيمز، اكثر ابلكيشن وقصص للموبايل، ونحن وصغار بنحب الجيمز. يعني كانت هواية وبعدين طورتوها لصارت اختراع. على اول مره الاهل ما ندموا، لان عاده بنقوا على الاولاد انه قوموا خلص اتركوا الالعاب اتركوا الاشياء بوقتها خلص انه خلص هلا عرفوا قيمتها عطي نتائج. ويمكن لطلع الاختراع بكونوا عانوا هن كثير لطلع الاختراع كثير بس رجعونا منيح. هلا اكيد الدعم من كل الجهات. هذا انت لبنان ارز كمان دراستك وهيك. انا عامل جرافيك ديزاين وكمان اشتغلت فتره بالدومين بي اوربت بميديا جيتس، كنا عم نعمل كل شيء انتو موبايل كونتنت وول بيبرز، يعني زميل لنا ها صح اكس حدناه هلا خلاص. فمن نحن وصغار يعني مين ما بحب يلعب، من نحن وصغار هوايتنا بلشنا ايام الاتاري نينتندو وطورنا بس الكل بيتوقفوا عند بس يلعبوا باللعبه. انتو طورنا هالهوايه طورنا نحن. انا كانت فكره انه ليه ما نحن بنعمل لعبه، وكانت بس فكره وتطورت وصلنا لهون. مين اللي اشتغل اكثر هون لنشوف مين اشتغل اكثر؟ ما تعملي مشاكل. لا ارز اشتغل اكثر لانه بطبيعه الشغل تبعنا، يعني جون كريستوف اشتغل كثير يعطيه العافيه، وارز اشتغل كثير. انا كنت شوي ثقيل، فبقول لهم بليز اعملوا هيك اعملوا هيك نظريات بس هي الفكره طلعت انه كنا نعمل شيء بضحك. اول شيء ما كنا عم نفكر انه رح نوصل لمطرح من وراها، وقلنا ايه ليه ما بنعمل لعبه؟ حسيتوا في حاجه للالعاب، نعرف قد ايه في العاب وما في حدا بيحكي مع الثاني، كله قاعد عم يلعب اكزاكتلي. بس هون التركيز انه بالعربي. مزبوط، انه العاب عربيه ما كان في كثير العاب وفي كثير بعد لهلا، ولحديت هلا العاب عربيه في شوي مش كثير. يعني ما دبلشتوا، اخترعتوا من الاساس. مش انه لعبه عربتوها او لا ابدا، اخترعنا لعبه جديده من الاساس. أوكي. واللعبه هي اصلا بتصير الاحداث تبعها بيصيروا بالدول العربيه، يعني دبي قطر السعوديه لبنان الى اخره. مين سماها بيردي نم نم؟ انا طلعت بالاسم وخيي اوكي تبعه. اوكي، لانه جبنا الاسم اكشلي هون هو نظر لك هو نظر جبنا الاسم من ورا فيلم اسمه ذا بارتي لبيتر سيلرز، هو فيلم كوميدي بالسبعينات. كثير الفيلم كثير بيقول بيردي نام نام، انه نحن بنعمل شيء للعصافير وهذيك شيء بيضحك، يلا عملناها هيك. ليش لا؟ نام نام بيفتح الشهيه، نحن فكرنا ايه هلا هو هيك شهيتها تصير نوص هيك نام نام. فينا نشوف بيردي نام نام شوي عندك على الايباد ارز لناخذ فكره عن اللعبه، كيف قدمتوها لصارت على الايفون ونوكيا؟ هو البرامج الايفون والنوكيا عندهم بروسيجر معينه، هي انه الجيم لازم تنعمل، ينعمل لها ديفلوبمون تبعها والديزاين وكل شيء، من بعدها لازم ينفتح اكونت معهم الايفون او لنوكيا، لازم نبعث لهم اياها، هن بيرجعوا بيتاكدوا انه كله مشغول مزبوط بيلعبوا فيها لشي شهرين ثلاثه كلهم. ايه مش شهرين ثلاثه، انه شي جمعتين ثلاثه تقريبا، بيتاكدوا انه ما فيها اخطاء، انه ما في شيء غلط فيها او ما في شيء اوفنسيف، شيء بيضر بالدين او بالسياسه او الى اخره، عندهم يعني الجايد لاينز تبعهم في بروسيدور معين. فوالا، ووقتها يتاكدوا انه كل شيء اوكي بيوافقوا عليها، بتصير اللعبه لايف، بتصير انه موجوده على الايفون. بس الشخص اللي معه ايفون بده يفوت داونلود ببلاش ولا نحن بالبروسيدور كلها عملناها اوقات ببلاش اوقات بي اون.
لانه ما انا اشوف انتم يعني تعبتوا بس انه ما بده يكون في لها ربح مادي بالنهايه كمان. الربح المادي من وراء هيدي اللعبه منه كثير لانه اغلبيه الوقت كان ببلاش، بس ربحنا شوفتنا شوفتكم اكيد طبعا هي نحن ربحنا ربحنا لعبه نحن ربحنا لعبه ربحنا شوفتكم ثانك يو بس انه مقطعه ابدا مقطعه اوكي بس الشيء المضبوط اللي ربحناه من وراها انه في انفستيسور كثار اهتموا انه يستثمروا معنا نفتح شركه سايبر تعطون ساعتها افكار عرفوا شو فيكم تعملوا مظبوط. وهلا نحن عم نخلص كونترا مع انفستيسور لبناني نراجع نتيجه تكون كل شيء خلص سو راح نبلش بطريقه ان شاء الله يكون وجهنا خير ويمشي الحال. أرز بلش باللعب ولا انا بلشت على طول كيف التفاصيل يعني هيك بنعرف انه شو مزبوط بده يعمل اجمالا؟ هي الفكره بتبلش انه كانوا ساينتست عم بيعملوا اكسبيرمنتيشن اوكي بنفوت على القصه كانوا بيعملوا اكسبيرمنتيشن بدبي على عصافير كرمال يعملوهم فريندلي اكثر اوكي فوصلنا لمرحله صار في شيء غلط بالاكسبيرمنتاسيون وصاروا اذكياء اكثر البيردز وصاروا عم بيعملوا اتاك على العالم اوكي سو از يوزر كرمال خليها تكون فاني الخبريه از يوزر انت المفروض تقتليهم لهالعصافير اوكي سو بتبلش الاحداث بدبي يعني لازم يكون صياد تقريبا هلا هي كمان هي وايه كانت لازم بس يقدر يكبس على العصفور هو عم في موسم معين تا الواحد يلعب فيها ولا انه ما في هيدا دائما على طول بلبنان على طول على طول ايه مع انه ممنوع الصيد ولا اوكي بس تكمل عليك بدنا نقتل العصافير بقولوا انا صار كمل عليه انه طايرين حد برج العرب يعني مظبوط لما هيدي مثلا بدبي يعني هي بلشت اللعبه لانه بدبي طاروا التشيكن صاروا كثير شريرين بلشوا يهجموا على دبي من بعدها في قطر. السعوديه لبنان الى اخره بقى الجوب تبع الشخص هو انه يقتلهم لهودي التشيكن هن طايرين لانه هن عم يزبطوا اجز على الـ على الباك جراوند عم يجيبوا لك المدينه والى اخره اوكي هلا هي الفكره هي اللي ما سيسوها ضحك كمان حطينا اصواتنا نحن فيها للجيم في عندنا اصوات خليجي اصوات مصري واصوات لبناني انتم كلكم عاملينهم يعني لبنان وارز وجون كريستو جون كريستو سمعنا شوي لبن لبنان هي لعبة شوي شوي اكيد مع كل بلد لقدام بتصير اصعب بصير في عدد اكبر من الشيكن صرنا عندنا بالارز اجمالا عندي انا اوكي هذا لفل تبع لبنان عندك انت هذا صوتك هيدا فاني بالموضوع شو بك صوتي شو اشبك هلا بمصر كمان اتس فاني الفكره هي انه ورجينا بمصر هيدا بمصر بمصر هو صوت جون كريستوف اللي هو فرنساوي بس تعلم الاكسون بقول له حرام عليك بقول له يا لهوتي يا لهوتونا مثلا ذكورية اللعبة كلهم شباب ما في صوت نسائي فيها ما نحن فكرنا بشغلة انه اذا حطينا عصفور في بناء وناعم ما حدا له قلب مش حلو اكزاكتلي بصير بده بحطوه بالقفص هيك وشو قلبكم ضعيف فكرنا فيها لأي اعمار اللعبة؟ لكل الاعمار لكل الاعمار لا اذا صغار كثير بيقدروا يلعبوها ولا من عمر معين؟ هلا ما فيها شيء اوفنسيف غير انه وقت واحد يخلق بيجيبوا له بارودة بلاستيك يلعب فيها سو ما في شيء اوفنسيف ما في دم وما في لا بس ما فيها صعوبه يعني اصلا لا هيني توصل لمرحله بدي يكون عندك بدي تمرني اسابيعي قبل ما تبلش العب اوكي قريبا اذا واحد بده يعمل سحبه علي قد ايه بيروح وقت؟ يعني قد ايه بتكون زهقان؟ لانه قد ايه بيقعد ساعه ساعتين ليعلي سكور هل بترجع بتعيد كل قد ايه تا بيخلص التايم تبعها شي ساعه؟ حرزانه ايه اذا بدك فكره طلعت للعبه انه ما نعمل شيء بضحك وما ياخذ كثير وقت ينلعب، يعني ما معنى نعمل لعبه بتاخذ ساعه تنلعب، ما نعمل لعبه انه اذا واحد ناطر بالسياره مثلا ناطر حدا يقدر يفتحها يلعب شوي، اذا عنده بريك صغير بعد الغداء او هيك شيء. طب انا عرفت انه هاللعبه طلعت نمبر 1 بالشرق الاوسط. مزبوط. كيف الاحصاءات يعني بناء لشو؟ هلا هي بكل بلد عنده الاحصاءات مختلفه عن غيره. والسيستم كيف لعبه تطلع بالتوب رانك نمبر 1 2 3 الى اخره بده يكون عامله عدد داونلود اكثر من غيرها تتسبقها اوكي سو اللي عامل اكثر شيء بيطلع الاقل اكثر شيء بيطلع 2 والى اخره نحن وقت عملنا لانسمون باخر اوت باخر يعني هلا من حوالي 6 اشهر 7 اشهر مزبوط تقريبا 6 7 اشهر لانسمون وكان عندنا كثير كونتاكت مع عالم بتحب تكتب عن تكنولوجيا وعن القصص خصوصا بالعالم العربي يعني بهالطريقه انتم سوقتوا حالكم مزبوط يعني التسويق تبع اللعبه ما اخذ ادفرتايزنج بلان ومصاري والى اخره اخذت بس كونتاكت مع
نقول لهم شو عم نعمل والى اخره، وكانوا كثير بيساعدونا نشكرهم كلهم سوا. اللي كتبوا بتلعب شيء اونلاين مثلا اثنين حبوا؟ لا لحديت هلا لا، معقوله بالفيوتشر نقدر نخلق شيء اونلاين، بس لحديت هلا اللعبه بس تعمليها داونلود وبعدين تلعبيها اوف لاين. ودائما واحد بياخذ دور اللي عم بيقوس، ولا في ياخذ دور العصفور يعمل اتاك على الناس؟ لا ما هو عم بيزيد اشياء على دور الهربان يعني بالنهايه. كمان بعرف انه يمكن شهر الجاي بتعملوا لها كامبين بيوروب للجاليات العربيه كمان تتعرف عليها اكثر. مزبوط، نحن لاحظناه هيك انه وقت طلعناها للعبه عملت نمره كثير حلوه، لحد هلا رح نوصل ل 800,000 وشوي اكثر داونلود، بس اكثر من نصهم هي برات دول عربيه. اللي لاحظناه حتى عم بتنزلها بفرنسا بانجلترا كندا الى اخره، عم بيكتبوا كومنتات بالعربي. سو كانوا هودي عالم عرب عم ينزلوها، سو جاليات العربيه اصلا كبيره واكيد نحن ما عملنا دعايه، ما في عالم كثير بعد سمع فيها يمكن برا، بس هلا رح نعمل بوش. كملوا المشوار راحوا على يوروب. مزبوط. هلا لازم تعملوا لكان بارت 2 للعبه. عم نعمل. اوكي. لكن شو المشاريع الجديده؟ لاي بلدان رح يروحوا عليه؟ راحوا من دول عربيه، سو باوروبا وانتشروا باوروبا اسيا امريكا رجعوا. ممكن تصيروا تدخلوا فيها كم كلمه كمان مثلا؟ اذا راحوا على فرنسا بدهم يحكوا فرنساوي، اذا راحوا على انديا بيحكوا هندي. بس الفكره اذا راحوا على فرنسا او انجلند او كل هالبلدان المتطوره يلي عصفور كثير مدلل، يعني ما حدا رح يمد ايده عليه، هاي المشكل، انه هون عندنا بيفرموه. لا مثلا قاطع بلندن. فيري جود كويشن. لا جد. اذا بيقطع بلندن ما حدا بيقوصه. بصير ببلد ثاني. ساعتها بده يخسر. لا 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 ما حدا بيسترجي بيقوصه، بيقطع دغري. يعني خسر اللي عم بيلعب. هلا فينا نعمل لهم مثلا لعصافير شكلهم كثير شرير، ومنا عصافير حلوه. اوكي. وعصافير. لا بدكم تاخذوا الاعتبار انه البلدان يلي كثير بتحترم العصافير. اكيد. لا لا اكيد اكيد. هو دجال ديزاين اللي عم بيشتغل عليهم هلا ارز كرمال العصافير اللي بتكون باوروبا وباسيا والى اخره رح يكونوا كثير بشعين. وكثير على بالي اصحابي لانه مستوحيون يعني. مين اصحابك؟ بدي اشكر كل اصحابي لانه كل كاركترز مستوحيون منهم هن. جمالهم ايه جمالهم الخارجي. حتى تصرفاتهم وشكل بيطيروا فيهم يعني كاركتيرستيك تبع رفقاتي حطيتهم رفقاتك تحديدا. ما في حدا من رفقاتك من العائله بس ما بالحلقه الجايه من العائله. بالحلقه الجايه في حدا من رفقاتي كمان حطيتهم. ايه اكيد بكره اصلا بالكريدتس في ثانكس كمان انه سبيشال ثانكس فور الملهم الوحي على الكل يلي اعطوكم الوحي. فينا نقول لكن هلا التتمه رح تعملوا البارت 2 تبعها ورح تزوروا بلدان، ولا في هلا لعبه ثانيه مختلفه كليا بدك تحكوا عنها بالخير؟ هلا ارز وانا عم نفتح شركه وعم بطريقه بروفيسيونيل، وشريكنا جون كريستوف كمان رح يكمل هو بشركه له. هو مش موجود هلا بلبنان؟ بلا هو موجود بلبنان ورح يكمل بس بشركه له. اوكي. رح يصير هلا عم نشتغل نحن على لعبه ثانيه، كونسبت جديد كثير بعيد عن اللعبه اللي عملناها، بس اكيد خاصه بالدول العربيه وخاصه بال يعني كمان بالعربي؟ طبعا اكيد. لا اكيد نحن كل شيء رح نعمله على التارجت تبعكم تفوتوا بالسوق تبعنا. ما في كثير خبر عن اللعبه كرمال لانه بعد ما خلصناها الكونسبت. قد ايه بياخذ وقت مثلا لتخترعوا لعبه؟ نزلوها يعني نحن بنحكي هيك انه اخترعنا لعبه حسب الكومبلكسيتي تبع اللعبه بس حسب صعوبتها يعني. مزبوط. فيها تاخذ من 3 اشهر ل 6 اشهر. هيدا قد ايه اخذت؟ هلا في فرق كيف بتطلع اللعبه، في عندها ستابس كثير اللعبه، فيها اول شيء بيطلع الكونسبت الفكره تبع اللعبه بتتحول ليصير شيء قدامنا تنجبل، يعني بنصير عم نحط افكارنا بنشحي الافكار ما بدنا اياها بنصير نزيد افكار، بيطلع عندنا شيء اسمه جيم دوكيمنت الفكره تبع اللعبه لوين بدها توصلنا شو الهدف تبعها فكره من وراها للعبه. هلا اول مرحله هي الاصعب لبردي نام نام، يمكن اللعبات اللي جايين اللعبه جايين بكونوا هيك تفاصيلهم اهين شوي لان صرتوا انتم كامشين اللعبه اكثر. مزبوط. صح؟ مزبوط. لكن بس بيفوتوا بيكتبوا بردي نام نام وبيعملوا الداونلود بهالسهوله. مزبوط. اذا كانوا بدول عربيه، اذا كانوا بلبنان بدهم يكتبوها بالانجلي بردي نام نام، واذا كانوا مكان بالعالم يكتبوها بالانجلي، اذا كانوا بالدول العربيه السعوديه قطر الكويت مصر الى اخره بيكتبوها بالعربي بدي نم نم بيلاقوا الابلكيشن فيهم ينزلوها. في اثنين فيرسيون، في العاديه وفي الهاي ديفينيشن اتش دي يلي ديزاين تبعها انه دقيق اكثر، الاصوات تبعها دقيقه اكثر الى اخره. هاي ديفينيشن اتش دي. نحن بنقول يعطيكم الف عافيه، انبسطنا فيكم كثير اليوم، وهيك لمزيد من الاختراعات واللعب لبنان نادر وارز نادر.
حلوين اساميكم ما بينتسوا ابدا يعني. ثانك يو ميرسي. موفقين. واكيد في افلام سينما تطرقت لهيك مواضيع يعني بالطريقه، مخلوقات اجت من ما بعرف من غير فضاء وعم تاذي الارض بصير فيها الاتاك. انا كل هال عم بحكي لان عندنا محطه سينما بعد بريك قليله مع زميلتنا عبير والمخرج روي خليل. فلكل عشاق السينما خليكم برفقتنا.